انا من الناس اللي بيحبوا الطبيعه، بحب ارجع للطبيعه، بحب ارجع للمطرح، حتى لو ما بدي اعمل انفستمنت بالوقت او بالسفر. اي مطرح في طبيعه انك تقعد تتواصل معها، انا هذا بيعني لي كثير، لانه بعتبر انه كل الانرجي اللي بدك تاخذها بهالحياه وكل الطاقه بتاخذها من الشجر، بتاخذها من الرمل، بتاخذها من التراب، بتاخذها من الطبيعه، من المي، من اي شيء. ما بحياتك رح تقدر تاخذها من الناس، لانه ايام الناس بيعطوك النيجاتيف فيها، بيعطوك السلبيه. فمشان هيك هيك الرجوع الى الطبيعه هو شيء اساسي. وين ما كان في طبيعه بالعالم انا ممكن اكون محمس اني اكون موجود فيها. والله ليلتين ممكن اروح جزيره من جزر شرق اسيا صراحه. نيويورك، مدينه نيويورك هي المدينه التي لا تنام، المدينه اللي فيها كل شيء. طبعا بكل مدينه بالعالم فيها شيء حلو، بدبي في شيء حلو، بعمان في شيء حلو، بيروت في شيء حلو، بس مدينه نيويورك حتى في لها مساوئها كمان، بس فيها إشي ساحر هالمدينة. يعني بتمشي بالشارع فيها حياة، الأكل فيها فظيع، ممكن أنت تطلع من البيت وشو ما كان على بالك، اليوم جعبالي أكل أكل من جامايكا في مطعم أكيد بجنب، بدي أكل أكل صومالي فيه، بدك تروح على متحف فيه، بدك تروح تحضر كونسرت لمادونا فيه. فشو ما بدك تعمل موجود بهالمدينة، ومش محتاج تستنى، مش محتاج تنتظر ليجي الحدث، الحدث دائما موجود بهالمدينة، عشان فيها 20 مليون واحد بمنطقة جدا صغيرة. يعني جزيرة منهاتن بالذات صغيرة جدا، فأنت بأي وقت بخلال 40 دقيقة بتكون من الشمال للجنوب، وممكن تعمل أي شيء بدك إياه، وهذا إشي رائع. Well, you know, if I want to speak American, I can totally do an American accent. And, you know, if I want to be more New Yorkan, if I want to say, like, I want to get a cup of coffee or something, you know, I can be totally New Yorkan. If I want to be from the southern, from the south, and be like, oh, southern hospitality, you know, that's something I can do as well. Yeah. Just on Maldives. بحب كتير الكونتريز، يعني ما كتير بحب المدن الصاخبة، لا أنا بحب السايد الثاني اللي له علاقة بالريف، بالطبيعة، بالناس اللي هيك بيقعدوا برا على عتبة الباب وبيشربوا شغلاتهم مثلا وبيتغدوا ومرحبا وكذا، أنا بحب هيك. أنت لما تروح مثل هذا الجزر، نحن حاليا أصبحنا في رتم حياة سريع وصاخب، يعني واليوم مر عليك وانت شغال وتوصل لنهاية اليوم وتحس انك ما انجزت شغلك او ما انهيته، فهذا الرتم السريع يحتاج فترة الاجازة انك تروح مكان مثل ما تقول تنفصل فيها عن العالم. فاعتقد هذه الجزر تعطيك نوع من الاسترخاء ونوع من الهدوء اللي يخليك ترجع بطاقة انك تستمر بشكل سريع وافضل. اي مكان مع اشخاص عزيزين على قلبي يكون خير استثمار. الوقت خير استثمار تستثمره ويا الأحبة اللي في حياتك واللي يستاهلون إن فعلا تمضي وقت وياهم. كل ما خطط أسير لها الموضوع يتفركش، فإذا ليلتين فمالديف. يعني التخطيط عاد عقب ما أسير بقولك. لهلأ بالنسبة لي أجمل ريف هو الريف العربي، بشكل خاص لبنان وسوريا. الريف يلي هو أنا المدينة اللي أنا بنتمي لها هي سلامية، يلي أنا لهلأ بشوفها هي أجمل مدينة في العالم. وبحب كمان العودة إلى التاريخ، العودة إلى الجذور اللي معها البشرية بلشت بمطارح كتير، ترجع تشوف كيف هالناس عاشوا خبرة طويلة مع مناطق كتير مهمة. ممكن بأوروبا في كتير من البلدان يلي بتخليك ترجع لمئة سنة لورا، لمئتين سنة لورا، كيف هالناس قدروا بنيوا اللي نحنا اليوم ما عم نقدر نبنيه. حاليا استرخاء يعني في نهايه الاسبوع، وانا اعتقد ان الاسترخاء حتى بيدك، اذا تسترخي كل يوم تقدر تسترخي في فترات معينه، واذا انت شال هم الدنيا على راسك لو طلعت اجازه ان شاء الله 6 شهور ما بتسترخي.